الحكماء. ذهب الإمام مالك والشافعية إلى أنه أحق به، فله أن يقيم ماذا؟ أن يقيم غيره، لأنه عرف عنه أنه لا يجلس في، عرف عن هذا المكان أنه لا يجلس فيه إلا ماذا؟ إلا فلان. فينزل هذا الأمر منزلة من سبق إلى المباح وجلس فيه، واستثنوه من العموم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه عام، لم يستثني صورة دون صورة. فالإمام مالك والشافعية استثنوا هذه الصورة من العموم، وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب، ولأنه ليس أحق به، والأقرب ما ذهب إليه الجمهور لعموم النص. المسألة الخامسة، هل للرجل أن يقوم هو من مجلسه لغيره؟ أنا الآن جالس في الصف الأول، فرأيت أحد المشايخ الكبار قد جاء، فتنازلت عن حقي فقمت وأجلسته مكاني، هل هذا جائز أو لا؟ نعم جائز. نعم نقول إذا كان المجلس من غير القرب، من غير ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فله ذلك، لأنه ماذا؟ حق، لأنه حقه وتنازل عنه. إنسان يبيع في السوق فسبق إلى مكان، ثم جاء من يحبه فترك له ذلك المكان وذهب إلى مكان آخر، نقول له ماذا؟ لا إشكال، جائز، لأنك أنت الذي تنازلت عن حقك وما اختص بك، وهو داخل في قوله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذه الآية جاءت في سياق المدح. طيب إذا كان المجلس من القرب كالصف الأول، هل يقوم؟ نقول في قيامه قولان بناء على مسألة، وهي مسألة الإيثار بالقرب، يعني هل يشرع الإيثار بالقرب، أن تقدم غيرك في قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل؟ القول الأول يكره الإيثار بالقرب. لماذا؟ احتجوا بحجج. الحجة الأولى أنه مناف لتعظيم القرب التي تعظيمها من تعظيم الله عز وجل. الصف الأول عظمه الله عز وجل، ومن تعظيم الله أن تعظم ماذا؟ أوامره، والإيثار به ليس من التعظيم. إذن هذه الحجة الأولى فيما قال بأنه يكره. الحجة الثانية أنه مناف للمسارعة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات، مناف للتنافس، وفي ذلك فليتنافس متنافسون. احتجوا أيضا أن فيه رغبة عن الثواب، أنت لا تريد ثواب الصف الأول. احتجوا أيضا أنها تؤدي إلى الكسل، فأنا الآن سأتأخر عن الصف الأول لأني أعرف أن فلان إذا رآني سيقوم، هذا فيه ماذا؟ يؤدي إلى الكسل في القرب. قالوا أيضاً أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا آثرهم أحد على قربه فإنهم يتركون ذلك، وهذا مما يدل أيضاً على الكراهة. واختلف القائلون بالكراهة، فمنهم من قال المراد بالكراهة هنا كراهة تنزيهية، ومنهم من قال المراد بالكراهة هنا كراهة تحريم، يعني يحرم عليك
ومنهم من قال خلاف الأولى. إذن هذا هو القول الأول وهو أنه يكره. القول الثاني يجوز، يجوز الإيثار بالقرب، واحتجوا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها آثرت عمر في الدفن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كانت تريد عائشة أن تدفن مع النبي، فلما استأذنها عمر أذنت لعمر وتركت الدفن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا أيضا هو من باب الكرم، من الكرم أن تؤثر غيرك في قربة. قالوا أيضا إيثار يعني أعظم المحبوبات هو القرب، فكون الإنسان يؤثر غيره، يؤثر غيره فيها يدل على ماذا؟ على تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، ما يحب لنفسه. والراجح والله أعلم كراهة الإيثار بالقرب، فإن كانت القربة من باب الواجبات كالوضوء بماء لا يوجد غيره فالإيثار بهذا يكون ماذا؟ يكون محرما، ما في ماء، وسيخرج وقت الصلاة قريبا وليس هناك ماء إلا الماء الذي عندي، فهل لي أن أعطيه لغيري وأتيمم؟ الجواب أنه يحرم، لأن الصلاة بناء على الوضوء هو الواجب على العبد، فلا يعدل عن الوضوء إلا بعد فقد الماء، وهو عنده ماذا؟ وهو عنده الماء. وإن كان من باب المستحبات المؤكدة يكون الإيثار بها ماذا؟ يكون الإيثار بها مكروها. وإذا كان من باب المستحبات غير المؤكدة يكون الإيثار بها خلاف الأولى. إذن نقول يكره الإيثار، قد يكون، قد تكون الكراهة كراهة تحريم إذا كان الإيثار بواجب، وقد تكون، وقد تكون الكراهة كراهة تنزيه إذا كان الإيثار بمستحب مؤكد، وقد يكون خلاف الأولى إذا كان الإيثار بمستحب غير مؤكد. طيب فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، نقول الدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب ماذا؟ ليس من باب القرب، فليس هناك فضيلة في الدفن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو مسكن شريف آثرت به من هو أولى منها على نفسها. لا نتقرب إلى الله بالدفن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ليس هو من باب القرب. نعم هو مسكن شريف، فعمر رضي الله تعالى عنها أفضل من عائشة، فآثرت عائشة رضي الله تعالى عنها من هو أفضل، من هو أفضل منها، ولا يدخل معنا أصلا في مسألة الإيثار بالقرب، وقد نالت الأجر بإذن الله تعالى بهذا الإيثار. المسألة السادسة: حكم فرش السجادات في مكان قبل مجيء أصحابها. اليوم في درس فأضع سجادة قبل أن يأتي صاحب، أن يرسل غيره فيضع له ماذا؟ سجادة، أو يأتي إلى الصف الأول فيرسل غيره ويضع ماذا؟ سجادة. ما حكم فرشها؟ حكمه التحريم، لأن فيه حجر المكان والمنع من منفعته، وفيه غصب لبقعة من بقع ماذا؟ المسجد، فليس له أن يغصب بقعة من بقع المسجد، فمن فرش
سجاده فحقيقة أمره أنه غصب منفعة المكان وغصب أيضا بقعة من المسجد، ولمن يريد الجلوس له أن ينحي هذه السجادة وأن يجلس في مكانه. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. هذا هو الحديث السادس من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في باب الأدب. فوائد الحديث: الفائدة الأولى النهي عن مسح اليد بعد الأكل حتى يلعقها الآكل أو يلعقها غيره ممن لا يتقذر منه، لا يأتي لصاحبه ويعطيه يده يقول له يلعقها، فلا بد ماذا ألا يتقذر منه. واللعق بمعنى نعم اللحس، أن يلحسها. الفائدة الثانية تعليق الحكم على شرط، وهو ماذا؟ إذا أكل، فإذا لم يأكل هل يلعق؟ نعم، إذا لم يأكل هل يلعق يده؟ لا. إذن علق الحكم على شرط. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها. هنا حتى جاءت بمعنى إلى أن يلعقها. مسائل الحديث: المسألة الأولى، ما حكم أكل الطعام؟ نعم مباح. متى يكون واجبا؟ نعم أحسنت. نعم، أكل الطعام مباح من جهة الجزء، واجب من جهة الكل، بمعنى أن آحاد الطعام مباح، لك أن تأكل في الظهر، لك أن تأكل بعد العصر، لك أن تأكل في المغرب، لكن تركه بالكلية لا تأكل أبدا، نقول هذا ماذا؟ محرم، فيجب عليك أن تأكل إبقاء لحياتك. نقول هو مباح من جهة الجزء، واجب من جهة ماذا؟ من جهة الكل. فيجوز ترك آحاد المأكولات في بعض الأوقات، لكن لا يجوز تركها في كل ماذا؟ في كل الأوقات لقيام الحياة بذلك. الحياة إنما تقوم بالأكل، فمن ترك الأكل مطلقا في كل الأوقات فإنه ماذا؟ سيهلك. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. المسألة الثانية: حكم مسح اليد قبل اللعق، قبل أن تلعق يدك، ما حكم مسحك لليد؟ إنسان يأكل فبعد أكله لم يلعق يده وإنما مسحها، ذهب الجمهور إلى الكراهة، وذهب الظاهرية إلى التحريم، والراجح أنها للكراهة. لماذا؟ للتعليل، وهو ما جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه بركة. إدراك بركة الطعام هل هو واجب؟ هل يجب عليه أن يدرك بركة طعامه؟ الجواب لا، وهو إنما يلعق يده من أجل أن يدرك ماذا؟ بركة الطعام،
فإذا كان إدراك البركة ليس واجبا فإن لعق اليد يكون ماذا؟ ليس واجبا، فله أن يمسحها قبل أن يلعقها. فالتعليل لا يفيد ماذا؟ التحريم. المسألة الثالثة، حكم لعق اليد بعد الطعام، ما حكمه؟ نعم، إذا كان مسحها قبل اللعق ليس محرما فما حكم اللعق؟ مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باللعق، والأمر هنا للاستحباب وهو قول الجمهور، وذهب الظاهرية إلى الوجوب. ويستفاد من هذه العلة لعق ماذا؟ يعني لما يلعق يده؟ حتى يدرك بركة الطعام. هذه العلة تفيدنا ماذا؟ جواز لعق ماذا؟ الإناء نفسه، جواز لعق الإناء نفسه، لأن البركة أيضا فيما يوجد من طعام في الإناء. واضح؟ نعم، عندنا إناء بقي فيه شيء من الطعام، هل يلعقه؟ أجواب نعم. من أين أخذنا أنه يلعقه وأنه مستحب له أن يلعقه؟ من العلة. ما هي العلة؟ إدراك بركة الطعام، كما أنه يدرك بركة الطعام بلعق اليد أو الإصبع، كذلك يدركها بلعق ماذا؟ بلعق الإناء. نعم، إذا لم يكن فيه ضرر فإنه يلعقها وإلا فلا. طيب، المسألة الرابعة، حكم، انتبهوا إلى هذه، إلعاق الغير رجاء البركة، ليس من الطعام وإنما من آثار الذي ألعق غيره. شيخ من المشايخ أكل معك، فبعد أن انتهى الطعام وبقي هناك شيء في يده، ألعقك يده من أجل أن تنال بركته هو، ما حكم ذلك؟ واضح الصورة؟ نعم؟ طيب، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن البركة الذاتية خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آثار الإنسان لا يجوز لأحد أن يتبرك بها إلا إذا كان ذلك الإنسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أن الصحابة تركوا التبرك بآثار أبي بكر مع وجود المقتضي وزوال المانع. ما هو المقتضي؟ رجاء البركة، وليس هناك مانع يمنع من عدم التبرك بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ومع ذلك نجد أن الصحابة تركوا، وهذا إجماع منهم. وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتبرك بآثار رجل ولو كان ماذا؟ ولو كان صالحا، ولأن البركة من الله، وباركنا عليه وعلى إسحاق، وهو الذي يبارك الأشياء جل وعلا، هو الذي يجعل فيها الخير والبركة، ولم يأمرنا أو يحضنا الله جل وعلا على أن نتبرك بآثار أحد من الناس إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الخامسة، حكم الأكل بأكثر من ثلاث أصابع، إنسان يأكل بيده كلها، هل يجوز له أن يأكل بيده كلها؟
الذي عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثر من فعله أنه كان يأكل بثلاث أصابع، الإبهام والتي تليها والوسطى. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، أخرجه مسلم. فهذا هو السنة، ومن أكل بالخمس كلها فإنه يكون مخالفا للسنة تاركا لما هو أولى. إذن من أكل بالخمس نقول له ماذا؟ فعلت خلاف الأولى، فعلت خلاف الأولى. ووجه كونه مستحبا وليس واجبا أنه مجرد فعل، والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل على الاستحباب. وأما حديث الباب فهو في اللعق وليس في الأكل. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القارئ والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، رواه أحمد والبيهقي. هذا الحديث متعلق بالتسليم، ومن فوائده الحظ على السلام والحث عليه، وكما ذكرنا أن ابتداء السلام ماذا؟ سنة. من فوائده الأمر بما يكون سببا للمحبة والألفة. فمن رحمة الشارع بالخلق بالناس أن حضهم على كل ما يؤدي إلى الألفة والمحبة، ومن ذلك التسليم. أيضا الحفاظ على مقصود الشارع وهو الاجتماع على الحق والتواد والتآلف. يعني انظروا الآن في أكثر من حديث يمر معنا الحفاظ على هذا المقصد، مما يدل على أهميته وعلى مكانته في الشريعة. من فوائد الحديث أن السلام ورده يكفي من واحد إذا كانوا ماذا؟ إذا كانوا جماعة. وهذا يدلنا على أن ابتداء السلام استحبابه كفائيا، ورد السلام وجوبه كفائيا. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. مسائل الحديث: المسألة الأولى حكم السلام على المسلم، ما حكمه؟ أنه سنة كما تقدم. المسألة الثانية حكم تسليم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الماشي، ما حكمه؟ نعم، مستحب، لأن أصل الابتداء ماذا؟ مستحب. فيكون تسليم الصغير على الكبير إلى آخره من باب ماذا؟ من باب السنة والاستحباب. فمن لم يفعل فقد ترك ماذا؟ فقد ترك المستحب. طيب لماذا يسلم الصغير على الكبير؟ لما لا يسلم الكبير على الصغير؟ العلة في ذلك أنه أحق وأعلى. أيهما أعلى، الصغير أم الكبير؟ أيهما أحق، الصغير أم الكبير؟ الكبير أحق. ولهذا كان من السنة أن يسلم الصغير على الكبير. من أعلى وأكبر سنا؟ الكبير، فهو أحق بالاحترام، فناسب أن يكون الصغير هو الذي يبتدئ السلام على الكبير. والقليل على الكثير، أيهما أعلى قدرا
وجنسا الكثير أم القليل؟ الكثير. ولهذا ناسب أن نسلم القليل على الكثير. ولأن المقصود من السلام، لماذا نسلم؟ نعم، الأمان، أليس كذلك؟ حتى آمن وتأمن، فلما تسلم عليه آمن من شر قد يتوقع. ماذا يتوقع منك؟ هذا الأمان يكون الخشية من عدم تحققه أكبر وأكثر في القليل أم الكثير، في الصغير أم في الكبير؟ يعني دائما الكثير هو الذي يخشى منه، أو قبل هذا الكبير هو الذي يخشى ماذا؟ يخشى منه. ليس في الصغير والكبير، وليس في القليل والكثير، وإنما في النار والقاعد، وفي الراكب والمشي. يعني العلة من تسليم الصغير على الكبير والقليل على الكثير أنه أعلى، أن الكبير أعلى قدرا، وكذلك ماذا؟ الكثير. طيب لما يسلم النار على القاعد، ولما يسلم الراكب على الماشي؟ لأن في الغالب أن الراكب يخشى منه، وأن النار يخشى منه، فناسب أن يسلم النار على القاعد والراكب على الماشي. واضحة؟ يعني في القليل والكثير والصغير والكبير هناك علة استنبطت استنباطية، وفي النار والقاعد والراكب والماشي هناك علة استنبطت. فعلة المستنبطة هنا غير العلة المستنبطة ماذا؟ هنا. أضف إلى ذلك المشقة بالنسبة للماشي والقاعد، فلكثرة الراكبين والمارين، لو قلنا بأن القاعد هو الذي يسلم لتكون هناك ماذا؟ مشقة لكثرة من يمر عليه، أليس كذلك؟ ماشي والراكب، لو قلنا هو الماشي، لو قلنا إن الماشي هو الذي يسلم لوجدت ماذا؟ لوجدت المشقة لكثرة الراكب. فلما كانت هناك مشقة بالنسبة للقاعد وبالنسبة للماشي، ناسب أن يكون الحكم متعلقا بالمار هو الذي يسلم، والراكب هو الذي ماذا؟ هو الذي يسلم، والمشقة تجلب التيسير. المسألة الثالثة، ما المراد بالصغر في الحديث؟ ليسلم الصغير على الكبير، ما المراد بالصغر؟ صغر السن، ويلحق بالصغر الصغر في القدر والمكانة، لكن إذا تعارضا أيهما يقدم؟ صغير السن هو الذي ماذا؟ هو الذي يسلم، لأنه منصوص عليه. فصغير السن وحتى وإن كان كبير القدر فإنه ماذا؟ هو الذي يبدأ بالتسليم. المسألة الرابعة، إذا تساوي المتلاقيان، كلاهما مار، كلاهما راكب، كلاهما صغير، من الذي يبدأ بالسلام؟ نعم، يبدأ بالسلام من كان صغيرا في السن أو كان صغيرا في القدر. ماران لكن أحدهما صغير في السن، نقول هو الذي يسلم. أحدهما صغير في القدر والمكانة، نقول هو الذي ماذا؟ هو الذي يبدأ بالسلام. المسألة الخامسة، إذا تساويا في كل شيء، كلاهما صغير وكلاهما راكب، من الذي يبدأ بالسلام؟
كل منهما يستحب في حقه أن يبدأ بالسلام. كل منهما يستحب في حقه أن يبدأ بالسلام. المسألة السادسة: إذا بدأ المتلاقيان معا فمن الذي يرد؟ بدأ المتلاقيان معا، من يرد؟ نقول كلاهما يرد، لأن الرد ماذا؟ لأن الرد واجب، فكلاهما يرد. المسألة السابعة: إذا كان المتلاقون جماعة فهل يسلمون جميعا ويردون جميعا، أم يجزئ عنهم أن يسلم واحدا وأن يرد واحدا؟ نقول يجزئ أن يسلم واحدا وأن يرد واحدا، دي حديث الباب. وقوله يجزئ إشارة إلى أن الأفضل أن يسلم الجميع وأن يرد ماذا؟ الجميع، لقوله ماذا؟ لقوله يجزئ. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاطرقوهم إلى أضيقه. وهذا الحديث فيه النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام، فابتداء السلام إنما هو خاص بأهل ماذا؟ بأهل الإسلام. وأما اليهود والنصارى فلا نبتدئهم بالسلام. والبدء بالسلام سبب للمحبة، واليهود والنصارى يمنع شرعا أن نحبهم لما هم عليه من كفر، وعدم محبتهم لا يعني أن نظلمهم وأن نتعدى عليهم، لكن لا يجوز شرعا أن تحب اليهودية أو النصرانية محبة شرعية. من فوائد هذا الحديث التضييق على اليهود والنصارى وإذلالهم، لماذا؟ لأجل كفرهم، فهم كفروا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تمام محبة الله جل وعلا أن تبغض من يبغضه الله جل وعلا، ولهذا نهى عن ابتداء السلام إذا كان المسلم عليه يهوديا أو نصرانيا. من الفوائد أيضا تحريم التشبه بالكفار، لأنه إذا حرم علينا ابتداؤهم بالسلام فتحريم التشبه بهم من باب ماذا؟ من باب أولى. أيضا من فوائد الحديث إعزاز أهل الإيمان، إذا كان الكفار وجب علينا إذلالهم فأهل الإيمان يجب علينا ماذا؟ إعزازهم ومحبتهم والبدء بالسلام عليهم. الحديث الذي بعده، نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاص أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث تضمن الصيغة التي يقولها العاطس والصيغة التي يقولها المشمت، وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث، نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعل أحدكم فليبدأ باليمين. قبل هذا، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. لا يشربن أحد منكم قائما. هذا الحديث فيه النهي عن الشرب قائما، ويستفاد منه النهي عن كل ما فيه ضرر على الإنسان. كل ما فيه ضرر على الإنسان فإن الله جل وعلا ينهى عنه. يستفاد منه أيضا إباحة الشرب للإنسان، فالشارع إنما نهى عن شرب مخصوص، وهو الشرب إذا كان الإنسان ماذا؟
قائما، وهذا يدل على أن أصل الشرب مباح وأنه ماذا؟ وأنه جائز. حكم الشرب قائما. إنسان إذا أراد أن يشرب فهل له أن يشرب قائما أو لا بد أن يجلس ثم يشرب؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول يحرم الشرب قائما. إذا شربت وأنت قائم فإنك تأثم، وهو قول ابن حزم الظاهري، واحتجوا بحديث الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي أنه ماذا؟ أنه للتحريم. احتجوا أيضا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. يعني من نسي وشرب قائما عليه ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ أن يتقيأ. وهذا يدل على ماذا؟ على التحريم، والحديث في صحيح مسلم. احتجوا أيضا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما، فقال له صلى الله عليه وسلم: مه، ينهاه. قال: لم؟ قال: أيسرك أن يشرب معك هر؟ لو أن هر جاء وشرب معك هل هذا يسرك؟ قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. هذا يدل على ماذا؟ يدل على التحريم. قالوا أيضا: أحاديث النهي رافعة لحكم الأصل. الأصل في الشرب قائم أنه محرم أم مباح؟ مباح. قالوا: أحاديث النهي رافعة لهذا الأصل فتكون ناسخة. أحاديث النهي ناسخة لأحاديث ما للأصل وهو الجواز. هذا القول الأول. القول الثاني: يجوز الشرب قائما، جائز مباح، وهو مذهب الجمهور. جمهور أهل العلم على أن الشرب قائما جائز ولا إشكال فيه، واحتجوا بما جاء عن ابن عباس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. احتجوا أيضا بما جاء عن علي أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضل الماء، ثم قال: إن أناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. أي أن النبي شرب قائما وأنا أيضا شربت ماذا؟ قائما، وأنكر على الذين يكرهون ذلك، والحديث في صحيح البخاري. احتجوا أيضا بما جاء في الموطأ عن الإمام مالك أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما.
قالوا أيضا أحاديث الجواز أثبت وأقوى من أحاديث ماذا؟ من أحاديث النهي. حديث النهي في صحيح مسلم والجواز في البخاري ومسلم. قالوا أيضا أحاديث الجواز متأخرة عن أحاديث ماذا؟ النهي، لأن حديث الجواز لما شرب من ماء زمزم صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع. هذا القول، قالوا ماذا؟ بأنه يجوز. القول الثالث قالوا يكره الشرب قائما، وهو اختيار الإمام النووي. أصحاب هذا القول ماذا فعلوا؟ جمعوا بين أدلة المحرمين فحملوها على الكراهة، وبين أدلة المجوزين فحملوها على الجواز. قالوا أحاديث الجواز صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة، وحملوا الأمر بالتقيؤ أنه أمر على سبيل ماذا؟ الاستحباب، وليس على سبيل ماذا؟ الوجوب، جمعا بين الأدلة. قالوا وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يكون مكروها في حقه هو. يعني الآن لو قال قائل هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان جوازه، فلا يكون مكروها في حقه، وإن كان مكروها في حق ماذا؟ في حق الأمة. والراجح أن النهي يحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة إذا لم توجد حاجة. فإذا وجدت حاجة للشرب قائما يكون الحكم ما هو؟ الجواز وليس الكراهة. يعني حتى نجمع بين أدلة المجوزين وأدلة المانعين، الجمع بينها أن نقول بالكراهة، والشريعة إنما جاءت ليعمل بها لا لتلغى. فنحن الآن القائلون بالكراهة عملنا بأدلة القائلين بالتحريم وبأدلة القائلين بالجواز، إلا لحاجة. فإن كانت هناك حاجة فالأصل ماذا؟ فإن كانت هناك حاجة فيكون الحكم الجواز. مما يدل أيضا على هذا ما أخرجه الترمذي عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وإن كان هذا الحديث قد تكلم في سنده. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أخرجه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. فوائد الحديثين البدء في الابتعال باليمين وفي النزع بالشمال. إذا أراد أحد أن يلبس حذاءه فيبدأ بالرجل اليمين، وفي النزع يبدأ بالشمال. من فوائد الحديث المبادرة بلبس الشمال بعد اليمين، لا يكون هناك فاصل في اللبس بين اليمين والشمال. ولهذا قال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما ماذا؟ ليخلعهما جميعا. من الفوائد أيضا جواز لبس النعال. لو لم يكن لبس النعال جائزا
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. من الفوائد أيضا النهي عن المشي في نعل واحدة، أن تكون إحدى الرجلين حافية والآخر ماذا؟ قد لبست النعل. من الفوائد أيضا تفضيل اليمين على الشمال، اليمين أفضل من الشمال ولهذا بدأ باليمين. من الفوائد أيضا أن الأعمال الممدوحة الكاملة يبتدأ فيها ماذا؟ باليمين. فإذا كان العمل محمودا كاملا فإنه يبدأ به باليمين ويترك وتركه يكون بالشمال. من الفوائد أيضا ما كان من باب التكريم والتشريف فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون باليمين. إذا كان من باب التكريم والتشريف يكون باليمين. المسائل الحديث، المسألة الأولى حكم البدء في الامتعال باليمين وفي النزع بالشمال. إنسان ابتدأ بالشمال هل يأثم؟ نقل القاضي عياض والنووي والقرطبي الإجماع على أن هذا الأمر من استحباب دون الوجوب. فإذا لبس باليمين فهذا هو الأولى وهذا هو المستحب، وإن لبس بدأ بالشمال فإنه يكون خلاف ماذا؟ خلاف الأولى. المسألة الثانية حكم المشي في نعل واحدة، يحرم المشي في نعل واحدة للنهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، والأصل في النهي أنه للتحريم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. إذا انقطع نعل إحدى الرجلين فلا يمشي بواحدة دون الأخرى. والأصل في النهي أنه ماذا؟ للتحريم، ولأن فيه مشابهة للشيطان. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في النعل الواحدة وقال إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. والتشبه بالشيطان ماذا؟ محرم، أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. ولعدم العدل المطلوب منك أن تعدل بين الجوارح، فالمشي بإحداهما بالنعل والأخرى بدون نعل هذا من الظلم وليس من العدل. وأما من جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة فهو ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.